ردا على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قيام وزارة السياحة والآثار بطلاء تماثيل أسود كوبري قصر النيل باللون الأسود أثناء أعمال الصيانة التي يتم تنفيذها حاليا. أكد الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أن ما يتم تداوله عار تماما من الصحة، وأن تماثيل أسود كوبري قصر النيل ليست في عدد الآثار المسجلة. وتأتي أعمال التنظيف والصيانة التي تقوم بها الوزارة في إطار التعاون مع محافظة القاهرة. وأضاف أن أعمال التنظيف والصيانة التي يقوم بها فريق العمل من مرممي المجلس الأعلى للآثار تتم بدقة وحرص شديد وفقا للقواعد العلمية والفنية المتبعة والمتعارف عليها، حيث إن هذه التماثيل ذات قيمة فنية وتاريخية عظيمة، فهي جزء من تراث مصر الحضري والثقافي والتاريخي. وأشار إلى أن أعمال تنظيف تماثيل أسود قصر النيل اقتصرت على إزالة الأتربة والاتساخات الملتصقة وغازات التلوث الجوي فقط، بالإضافة إلى وضع طبقة عزل شفافة لحماية التماثيل من العوامل الجوية من أشعة الشمس والأتربة والهواء ومياه الأمطار، ولم يتم إطلاقا استعمال ورنيش أو مواد ملمعة أدت إلى تغير لونها كما أشيع.